يعني نتكلم فيما يخص الزنجبيل من ناحية الاستخدامات الدوائية والاستخدامات الطبية للزنجبيل. طبعا سبحان الله، الزنجبيل يعني من الأشياء المنكهة والمشهية في نفس الوقت، يعني يستحب الإنسان يأكل شيء في زنجبيل أو يشرب فيه، ولذلك مزاجه زنجبيل، يعني زنجبيل هذا يحسن الطعم. فالزنجبيل أولا من أقوى المواد علاجيا، يعني تقريبا من النباتات يمكن تكون أكثر استعمالا في جميع أنحاء العالم. الزنجبيل أولا طارد للقيء، يعني الإنسان إذا أخذ عنده، إذا هو عنده مرحلة دوخان أو قيء أو طلع في الطيارة وجاء شوب قيء أو ركب في السيارة وجاء شوب قيء أو في البحر دوار البحر، يعني يوازي حبوب الغثيان أفضل منها، يعني يقول إن حبوب الدرامامين، حبوب الغثيان اسمها درامامين، بالزنجبيل وجد أن الزنجبيل أفضل بكثير من حبوب المصنعة.